متى نعرف اكو خطأ بالجسد المشاعري؟ خلينا نقول متى نعرف انه حاول يعني افهم السؤال، انه متى نعرف انه في مشكلة في الجسد المشاعري؟ خلينا نقول مثلا اول شيء غالبية الناس تنسجم مع مشاعرها، وغالبية الناس اللي حول الناس تعزز لك مشاعرك. لا تنسى هذه المعلومة، غالبية الناس تنسجم مع مشاعرها، وغالبية الناس اللي حول الناس تعزز هذه المشاعر. بمعنى لو فتحت حساب في السناب و يعني تطنزت أو تشمت في أحد، في الغالب أنت منسجم مع المشاعر هذه، ما تحس أنها يعني فيها فوضى، تحس أنها صح، أي أوكي صح صح. وفي الغالب الناس اللي حولك اللي بيتابعونك بيردون عليك وكذا، في الغالب راح يعني يزيدون الموضوع، يقول إيه صحيح صحيح صحيح، شفت هذا الشخص بعد يوم كذا، إيه لا. وهذا يخلي التخلف المشاعر عندنا يكون مركب، يعني تخلف على تخلف، مركب تخلف حقنا. يعني جرب، إذا أنت مو مقتنع كان يجرب سب أي أحد في تويتر، سب كذا يعني، قل أنا بعد تفكير عميق وتأمل طويل وبعد دراسة لهذا الشخص لسنوات عديدة اكتشفت، حط هذه المقدمة عشان يعني يطلع أنك يعني عبقري، اكتشفت أن هذا الشخص كذاب، نصاب، خائن، حرامي، غير محترم، غير مهذب. أوعدك أوعدك أنه أغلب الناس اللي راح يجاوبونك، أوعدك وعد، أوعدك أنه أغلب الناس اللي راح يجاوبونك راح يقولك صح صحيح. وأنا ملاحظ، صدق أنا والله صار لي كم سنة ألاحظ نفس الفكرة، يا الله نفس الفكرة، كنت أفكر في الموضوع بس كنت مستحي أني أكتب، سبحان الله نفس الفكرة عندي. فهذه المشكلة يا جماعة، أنه إحنا مشاعرنا منسجمين معها، وبعدين اللي حولنا في الغالب يؤكدون على مشاعرنا. لذلك لابد أن إحنا نكون مرات مراقبين على أنفسنا، لابد إحنا مرات نكون مراقبين. أنك أنت تحط نفسك كذا قدام نفسك وتواجه الحقيقة بنفسك، لأنه في الغالب الناس ما راح تكتشف الفوضى في الجسد المشاعري حتى تتألم، لكن في الطريق عادي، ألم خفيف عادي. يعني شخص مثلا خايف من 10 سنوات، خايف وتجيه مواقف خوف، يطلعون لناس يخوفونه، وتجي نوبات هلع بشكل مفاجئ، ومكمل. طيب يا أخي، هل سبق فكرت أنك تأخذ كورس في الخوف؟ لا، الخرابيط هذه اللي يقول عليها الجسد الفكري الحين، لا الخرابيط هذه، أوكي ماشي كمل، عساس اللي أنت فيه شيء صح يعني، وشيء جيد ممتاز جدا، ومكمل. 20 سنة في خوف، قلق، توتر، ارتباك، نوبات هلع، يا أخي ما فكرت تقرأ كتاب عن الخوف؟ ليش عندهم يعني شو الجديد اللي بيجو، يعني شو الجديد اللي بيجيبوا لي اياها، شو الجديد، شو الجديد، يعني دائما قاعد افكر في الموضوع، شو الجديد اللي بلقاه في الكتاب، اوكي ومكمل. خذ لك 30 سنة من الخوف والتوتر ونوبات الهلع، لكن في لحظة معينة يصل الانسان الى القاع، يتألم بالقدر الكافي، يقول ستوب. في الغالب هو خلاص خلاص، مهما كل الأشياء من برا تقول له أنت صح، يقول خلاص ستوب، والله استسلمت. مثل ما صار مع آشيم اللي سمعنا قصتها أمس، واللي ما سمع القصة يرجع اللايف أمس. آشيم قالت خلاص يا جماعة، خلاص ستوب ستوب، يكفي خوف، يكفي خلاص ستوب، وغيرت من نفسها. أو يكون في حالة غضب وحارب وقتال، خلاص والله تعبت خلاص، يكفي، لا تحاربوني اكثر ما حاربتوني، خلاص يا جماعه حاربتكم حاربتوني، خلاص استسلام استسلام، خلاص خلصنا القصه هذه،
ويغير، يحاول يجرب شيء جديد وشيء مختلف. فمن من 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 قمة الألم أو من قاع الألم، من قاع الألم نكتشف إنه في خلل في الجسد المشاعر. واو صح والله أنا أتألم 30 سنة، أوه صح والله أنا خايف من 30 سنة، واو توني أنتبه لهذه النقطة، أوه أنا أشعر بالعار من 20 سنة، يا الله يا على فكرة هذا شيء حقيقي ترى أنا ما أبالغ، في شخص يشعر بالعار 30-40 سنة ما سبق إنه وقف وسأل نفسه إلى متى، يشعر بالعار عشان شيء يعني شعرة، أنفة، يد، رجلة، عائلته، قبيلته، دولته، دينه، أي قصة، أي قصة من القصة يعني تورط فيها ولا هي. تخيلوا أن إحنا كبشر لو نمشي على كذا على السليقة اللي إحنا تبرمجنا عليها ما نسأل يعني أنا يعني ليش قاعد أشعر بالعار من 40 سنة؟ ستوب ليش أنا خايف من 40 سنة؟ ليش أنا غاضب من 40 سنة؟ ليش معصب؟ ليش معصب؟ صار لي عشرين سنة ما أتعرف على أحد إلا وأضارب معه، ما أدخل مطعم إلا وأسوي قصة، ما أدخل صالون إلا وأقلب الدنيا فوق تحت، ما أكتب تويتر إلا وأسوي مضاربة. ليش؟ شو القصة يعني؟ ليه ولا وماشي؟ فهذا شيء حقيقي إنه الناس ما تنتبه إنها هي عايشة ومستمرة في هذا الشعور السلبي والألم ألم ألم. لما تضرب قاع وقتها تقول أوكي أنا أغاضب، أوكي أنا خائف، أنا متألم، هذا أبرز احتمال إنه إحنا كيف نكتشف أنفسنا. الاحتمال الثاني إنه الشخص يكون عنده حالة من الإدراك والوعي إنه يراقب، إنه على طول الوقت هو إيش؟ يراقب هذه التجربة الأرضية طوال الوقت، يطلع كذا ويشوف يقول صح أنا كنت غاضب شوية هنا، والله كنت خايف هنا، أنا كنت أشعر بالعار هنا، فيصحح فينتبه للخطأ، ينتبه إنه في النظام في خلل يحتاج تعديل. مخي يعطيني إنه الإنسان عنده عقل ومفروض نستخدمه مو مثل البهايم. الآن خلني أسوي لك مقارنة. مثلا تلقى أم أو أب، خلنا نقول كحقائق، سمعنا قبل فترة الأم اللي عذبت ولدها لما وصل عمر 25 في أحد الدول وقفلت عليه الباب وحجرته وما كانت تعطيه أكل وكذا، يمكن كلكم تذكرون القصة. المهم أنه من يوم هو طفل دخلته غرفة وقفلت عليه وعذبته. طب أوكي، الآن هذه امرأة يقودها الجسد الفكري وتفكر ومنطقية وكثير تفكر فكرها وعقلها، تعجب لي حيوان يسوي هذه الحركة. تعجب لي حيوان يسوي هذه الحركة بطفلة. سو معناها انه احنا جسدنا الفكري جدا ممكن يجرنا المصيبة، ممكن جسدنا، وبالتأكيد جسدنا الفكري هو اللي عدم الإنسانية عندنا، هو اللي سحب إنسانيتنا الجسد الفكري. يعني الجسد الفكري انت بتحاسب الموضوع بطريقة 1+1=2 بدون ما تضيف النكهة المشاعرية الإنسانية، فنفقد إنسانيتنا بكل بساطة. يعني احد يتخيل انه احنا عشان مثلا مختلفين في وجهات النظر، او انا احس اني انا عرق متقدم وانت يعني عرقك ما يسوى او كذا، اقوم اضرب عليكم قنبلة ذرية وابيدكم. تغير، احنا البشر نسوي هالشيء. تخلف. يعني انت ادخل تويتر وشوف الناس اللي أعطوا أدوات بسيطة على قدهم، يعني فراشة منفوشة زي ما قلت لكم، ادخلوا شوفوا وش تكتب، شو يعني هالمستوى وانت ماشي.
وانت ماشي كل واحد على قد مستوى، كل واحد على الأداة اللي معه. مع تويتر يلا اجلد، ضارب، فشل، اشعرهم بالعار، خوفهم، اغضب عليهم. ما معك تويتر، معك شيء أعلى، معك زنوبة وعندك عيال في البيت وكذا، يلا اجلدهم، عاقبهم، حاسبهم، ما أعرف إيش أعلى، يمكن رئيس دولة وكذا، يلا حط القنبلة ودمرهم وتخلص منهم وهكذا. فوش اللي سوك هذا الجسد الفكري؟ هل 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 تفكير اللي واحد زائد واحد يساوي اثنين؟ اوكي ما ابغى اسمع، انتم عرق مختلف، انتم تفكير مختلف، انتم وجهة نظر مختلفة، خلاص يا اخي نبغى نبيدكم، تخلص منكم. فهذه هي النتيجة. وعلى فكرة دائما في مبررات، تتوقع انه يعني الناس اللي يقومون بهذا الدور يدرون انهم اغبياء؟ لا، يحسون انهم اذكى شيء في الحياة. يعني تتخيل انه الشخص لما يقاتل بهالطريقة المتخلفة يحس انه هو غبي ومتخلف ويعني ما قدر يطور من نفسه؟ لا لا ابدا، لا، يحس انهم فاهمين وشاطرين وذكياء وناقدين ومخهم صحصح، عقولهم صاحية، وما حد يخدعهم، ما حد يضحك عليهم، مركزين مرة، مركزين، وهم رقم واحد والعالم كلهم رقم 100. من جدك انت لازم العقل الجسد الفكري يعطيك كل اللقاء، يعطيك كل القصة، يعطيك كل القصة كاملة عشان انت يعني تنسجم معه وتكمل. بعد هو ما يبغى يموت، تكمل. كل شيء يريد ان يبقى، هذا قانون في الحياة، كل شيء يريد ان يبقى. الجسد الفكري نفس الشيء يريد ان يبقى.